رمضان استعد. سؤال في ايه؟ مالنا؟ ايه اللي بيجرى لنا؟ ايه اللي بيحصل؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سؤال: لماذا هذه الغفلة؟ لماذا هذه الغفلة المطبقة على القلوب؟ لماذا نحن هكذا؟ لا نكاد نثبت على حال، ما أن نبدأ حتى ننتكس، وما أن نسير حتى ننعكس، وما أن ننطلق حتى نتوقف، وما أن نذهب حتى ننقلب. القضية أننا نتفلت، نتراجع، نضيع، لا نثبت، ينزع منا، ننتكس، بسبب إن ملناش جذور، مفيش أصول، مفيش إيمان تأسس. الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. باقي من الزمن على رمضان.